قالت لي ان هي نوت اصدقاء. لا ده من طبعا كابتن محمد عبد الشافي، الحمد لله العملية خلصت، وهي كانت كسر في الترقوة وركب شريحة، والحمد لله دلوقتي هو أفضل. وبس بنطمن جمهور الزمالك وجمهور مصر كلهم، يعني أنت أفضل يا شيفو دلوقتي؟ الحمد لله. ويعني عايزين نطمن من الدكاترة العملية كويسة وبخير الحمد لله. يعني قد ايه بقى ان شاء الله ويرجع لنا كده بالسلامة؟ يا دكتور محمد يعني قد ايه بس ويرجع لنا الملاعب تاني؟ يعني ست اسابيع. لا ما عشان خاطر شيف انا كمان مش عايزه اني اضغط، عشان عارفه ان هو كمان خير باذن الله. ونهنيك طبعا برضو على ماتش امبارح، واحنا كل جماهير مصر مستنياك يا شيف، وكلهم زعلوا عشانك جدا. ان شاء الله ان شاء الله. ماشي، انا مش عايز اطول عليك، والحمد لله على سلامتك.